مشاهدينا اهلا بحضراتكم، وكل يوم بيتجدد اللقاء معاكم على مدى ساعتين في هذا الصباح على شاشه النيل الاخبار. والنهارده عندنا موضوعات يعني متعلقه بطبيعه الحال، بتطورات الاوضاع في غزه والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه، واخر تصريحات الرئيس الاسرائيلي او رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان القوات الاسرائيليه ستعمق عملياتها في غزه حتى القضاء على حماس. الى اي مدى هذه التصريحات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة مع فشل كل أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة حتى الآن وعدم تحقيق أي هدف من أهدافها حتى الساعة. عندنا أيضا موضوع آخر ضمن سلسلة موضوعات بنخصصها على مدى الأيام الأخيرة في 2023 عن حصاد العام في كل المجالات، والنهاردة هيكون الحصاد فيما يتعلق بملف المرأة المصرية وأهم ما تم تحقيقه في مصر على مستوى التشريعات، القوانين، الإنجازات المتعلقة بالمرأة المصرية ودورها في المجتمع، مش بس على مستوى الأسرة لكن أيضا على مستوى الدولة ككل. دي موضوعاتنا الرئيسية، وهيكون معانا طبعا في أول ساعة جولة مفصلة مطولة لآخر تطورات الأحداث في مصر والعالم عن طريق أخبار العالم وتقارير المراسلين. خليكم معانا فاصل ونبدأ معاكم جولتنا مباشرة. أهلا بكم مرة تانية، ونبتدي بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزراء النقل والزراعة والموارد المائية ورئيس هيئة قناة السويس. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي، من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة، والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق، مشددا على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية مع مراعاة المكون البيئي. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. هذا وهنأ ولي العهد السعودي خلال الاتصال الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية. من جانبه أكد الرئيس السيسي حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك.
أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلبي مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه الثروة السمكية، أحالهما إلى اللجان المختصة بعد الانتهاء من مناقشتهما أثناء الجلسة العامة. وخلال المناقشات طالب النواب بضرورة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك ومواجهة ارتفاع الأسعار. باعتباره مصدرا مهما من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية للمواطنين، جاءت مناقشة مجلس الشيوخ لطلبي مناقشة عامة لاستضاح سياسة الحكومة تجاه الثروة السمكية. وخلال المناقشات توافق النواب على أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، فضلا عن أنها تساهم في تنمية عدد من الصناعات الغذائية الأخرى. المذكرة الإضاحية لطلبي المناقشة أشارت إلى أن مصر تستهلك نحو 2.5 مليون طن أسماك سنويا، بينها 1.5 مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية من البحار والأنهار والبحيرات، إلى جانب 400 ألف طن يتم استيرادها من الخارج. النواب طالبوا كذلك بضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية لمعرفة النقص الحاد، والعمل مع الغرفة التجارية في طرح الأسماك الشعبية وهي البولتي والبوري من المزارع السمكية المملوكة للدولة إلى المستهلك مباشرة ودون وسيط، إلى جانب عدم تصدير هذه الأنواع من الأسماك لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ومواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة وأن الثروة السمكية من الموارد الحيوية المهمة في مصر كونها تتميز بطول سواحلها على البحرين الأحمر والمتوسط، هذا فضلا عن وجود الكثير من البحيرات والمزارع السمكية. وبعد انتهاء المناقشات أحال رئيس المجلس طلبي المناقشة ومداخلات النواب إلى اللجان المختصة لمناقشتها، وإعداد تقرير بشأنها يعرض فيما بعد على الجلسة العامة للمجلس. بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بمختلف أنواعها، جاءت مناقشة مجلس الشيوخ لطلبي مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة تجاه الثروة السمكية، بيد أن الاهتمام بهذا القطاع يعمل على توفير الأسماك بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي. من مجلس الشيوخ محمود إسماعيل، أني للأخبار. أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وتناول الأوضاع في قطاع غزة وكذلك متابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين. تبادل الوزيران خلال الاتصال الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية المدهورة في قطاع غزة وكذلك مسارات التحرك على الصعيد الدولي، حيث أحاط الوزير شكري نظيره الإيراني بنتائج الاتصالات التي تطلع بها مصر على مسار حتمية تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع. استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء 14 مصابا فلسطينيا و11 مرافقا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من مستشفيات المحافظات. تزامنا أكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بشمال سيناء الدكتور خالد زايد أن نحو 790 شابا متطوعا من شمال سيناء بالإضافة إلى عدد كبير جدا من المتطوعين من محافظات الجمهورية يواصلون العمل على مدار الساعة للمساعدة في إغاثة أهالي غزة، لافتا إلى أن مصر دائما سباقة في مساعدة وإغاثة الدول وأن شعبها يتسارع في العمل التطوعي لإغاثة المحتاجين من شعوب العالم. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة في اليوم 80 للحرب الإسرائيلية على القطاع، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصف المربعات السكنية، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة غالبيتهم من المدنيين ومن النساء والأطفال وكبار السن. ما زال العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يحصد أرواح آلاف الفلسطينيين ويدمر الأخضر واليابس، فقد استشهد وأصيب العشرات في الساعات الأخيرة نتيجة لغارات إسرائيلية واسعة النطاق على قطاع غزة. ومع دخول الحرب يومها 80 لا تسمح الحرب المتواصلة دونما هوادة للمدنيين المهددين بمجاعة بالتقاط أنفاسهم،
رغم الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار. يأتي هذا فيما قادت منظمة الصحة العالمية بعثة جديدة إلى المستشفيات في مدينة غزة، سلمت خلالها أكثر من 19,000 لتر من الوقود إلى مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع. من جانبها أفادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة حاليا لا تختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة حول العالم بحق المدنيين. وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عن استشهاد ما يقرب من 21,000 فلسطيني وإصابة أكثر من 50,000 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال. في المقابل، أعلن جيش الاحتلال مقتل 2 من عناصره خلال الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه إلى نحو 160 عسكريا منذ بدء الهجوم البري على غزة في 27 أكتوبر الماضي. وسجل أكثر من 480 عسكريا منذ شن العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني جامعة الإسكندرية. دكتور أحمد، رغم عدم الوصول إلى أي هدف من أهداف هذه الحرب الذي أعلنته إسرائيل، الذي أعلنتها إسرائيل، القضاء على حركة حماس، تفريغ قطاع غزة تماما من سكانه واستعادة الأسرى، إلا أن إسرائيل مصممة على الاستمرار في تنفيذ العدوان وشن المزيد من الغارات. كيف تفسر ذلك؟ يعني بعد حرص حضرتك زمولة للمشاهدين، هناك بالفعل لهس من جانب حكومة إسرائيل، حكومة بن غفير الذي سيطر على القرار واختطف القرار منذ ديسمبر 2022 الوصفا لأساطير ثورتية، رغبة التوسع أو حتى مصالح شخصية ضيقة، لكن بالفعل لم تتحقق أي من أهداف هذه الحرب حتى الآن. وهناك ثمن ظاهر يتم دفعه يوميا تمثل في سقوط جنود وضباط من جيش الاحتلال في شمال غزة التي بدأوا بها وفي جنوب غزة أيضا. فأعتقد أن الأمر يمثل ضغط على الرأي العام الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي من الداخل بدأ يقول أن هذا الثمن غير مقبول، إذا كنتم تريدون الاستمرار في هذه الحملة فلتكن من الجو. نعم، طيب هل ترى أن هذا انتحار سياسي لنتنياهو، رغم أن كل التفسيرات السياسية من يعني إصراره على المضي قدما في هذا العدوان أنه يريد أن ينقذ نفسه، لكن ما يحدث هو العكس؟ هو يحاول شراء الوقت. نعم. لأنه يعني محاط من الجانبين باتهامات فساد وفشل أمني. صحيح. اللطمة الخاصة في 7 أكتوبر لن يتم التجاوز عنها، وفي جميع الأحوال سيقدم للمحاكمة. هو يحاول أن يقول أن المستوى العسكري هو المسؤول، هو غير قادر، هو غير جاهز، لكن في جميع الأحوال يعني مستقبله خلفه. طيب كيف ترى موقف حركة حماس حتى الآن وهي قادرة على تحقيق انتصارات عسكرية نوعية ضد إسرائيل؟ إلى أي مدى حركة حماس منتصرة في هذه الحرب حتى الآن؟ الفشل الإسرائيلي بالطبع نجاح للمقاومة، إن بقى تخطينا 80 يوم ولا يزال هناك رشقات تصل إلى إسرائيل في ظل هذه الحملة وفي ظل هذه الهجمة الوحشية. وبالطبع الموضوع متعلق بإدارة للقطاع، الإدارة متماسكة حتى هذه اللحظة، يشارك في المقاومة كتائب أبو علي مصطفى والجهاد، وربما ذئاب بشرية أيضا تحاول الانتقام والثأر بتاعنا رضيها ومناسبها. هذه طبعا لم يكن من المتوقع أن يستمر هذا الصمود كل هذه الفترة، وأن يتم تكبيد الجانب الإسرائيلي المكبد المدجج بالأسلحة مثل هذه الخسائر. بالطبع هذا يجعل الجانب الإسرائيلي يراجع حساباته، العالم المنحاز يراجع حساباته، وبالتالي ما
من الضروري أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية وليس ملف غزة فقط على سبيل المسكنات أو على سبيل التغذية. نعم. هل تتصور أنه تصل مرحلة المفاوضات عند نقطة ما إلى مبدأ الكل مقابل الكل، أم هذا أمر يعني بعيد أو لا يمكن أن يحدث فيما يتعلق بالأسرة؟ لا بالعكس، هو طبعا نعم. يعني إسرائيل مستعدة لدفع ثمن باهظ في حسب وصفها في ملف الأسرة، لكن المشكلة طبعا إن في ما بعد اليوم الخاص بالإفراج عن آخر جندي وآخر ضابط إسرائيلي يجب أن يتم الاتفاق بشأنه والتفاوض بشأنه حاليا جاري بين الأطراف برعاية مصرية بالطبع. فأعتقد إن هيكون هناك خطوات ثانية للثقة متمثلة في دفعة من المحتجزين والأسرى يتم إطلاقهم ثم الانتقال للعسكريين. هذا الأمر أعتقد أيسر من إطلاق سراح الكل الذي في تصديري إسرائيل مستعدة لتنفيذه من الآن. نعم. على الصعيد الفلسطيني، إلى أي مدى ترى أن هذه الحرب يمكن أن تكون سبيلا للم الشمل الفلسطيني ووحدة الفصائل الفلسطينية؟ يعني بالطبع إسرائيل تطرب وتسعد بالانقسام وتروج إلى أن هناك جبهات لم تفتح. هذا لا يدل على أن هذه الجبهات لن تفتح، بمعنى أن حماس لم تشترك مع الجهاد في جولتين سابقتين، واعتقد البعض انها تجنح حاليا الى العزوف عن المشاركه في المقاومه فضل العمل السياسي، لكن على ارض الواقع اتت اللطمه في 7 اكتوبر وما تلاها. فاعتقد ان على السياسي الفلسطيني ان يحتوي بقيه الاطراف وان يبحث عن الارضيه المشتركه وأن يواجه الخطر المشترك بهم الراغب في تصفية القضية. فنحن في مفترق طرق، ويجب على البداية أعتقد أن الفكر الأكبر هو منظمة التحرير الفلسطينية، اللي هي تبادر وتحتضن وترعى وتقدم أيضا وجوه قيادية تخرج من المعتقل الإسرائيلي لتقود المسيرة، تستكمل المسيرة، ويكون هناك شراكة، هناك إعادة تطوير للمنظمة نفسها. أشكرك دكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الفكر الصهيوني بجامعة الإسكندرية. هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإقالة قائد الكتيبة 51 من لواء جولاني بعد تعريضه جنودا للخطر في معارك بالشجاعية في قطاع غزة. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بانسحاب لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في غزة بعيدة عن النهاية، ونفى ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية خاطئة بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد حركة حماس في القطاع. وقال نتنياهو للنواب من حزبه الليكود إن الحرب ليست بصدد التوقف وأنهم مستمرون في القتال، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتمكن من إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة بدون ضغط عسكري. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 244 طائرة نقل و20 سفينة أمريكية سلمت ونقلت أكثر من 10,000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية الحرب 7 أكتوبر الماضي. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها قامت بمشتريات إضافية بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار من الولايات المتحدة. في الضفة الغربية يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي، حيث نفذ سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية. يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي بالضفة الغربية بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، حيث نفذت قوات الاحتلال سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة.
وفي مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى. وفي نابلس حاصرت قوات الاحتلال بلدة برقة ومنع سكانها من مغادرة منازلهم. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددا كبيرا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين داخل أحد المنازل معصوب الأعين وأجرت معهم تحقيقات ميدانية. في الأثناء قال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 4700 فلسطيني من الضفة الغربية منذ طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. وبالتزامن اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية وأن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملا لكامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس. وأكد أبو مازن أن الأولوية الوطنية اليوم هي وقف العدوان الإسرائيلي وقفا شاملا ودائما وتأمين جميع الضرورات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والتصدي لمؤامرة التهجير ومواصلة النضال حتى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في الحرية والتخلص من الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية. أدان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في رسالة الميلاد الوضع الإنساني اليائس أو البائس للفلسطينيين في غزة داعيا لوقف العمليات العسكرية في الحرب في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع. وقال البابا في خطابه الذي ألقاه في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان إنه يجدد نداءه الملح للإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين ويناشد أن تتوقف العمليات العسكرية وتبعياتها المرعبة بسقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، كما أكد ضرورة حل القضية الفلسطينية من خلال حوار صادق ومستمر بين الطرفين تدعمه إرادة سياسية قوية ومساندة المجتمع الدولي. أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية شرق مستوطنة كريات شمونة إضافة إلى تجمع جنود الاحتلال مما أسفر عن وقوع إصابات، كما أقر حزب الله بمقتل 2 من عناصره جنوبي لبنان دون كشف ملابسات الحادث، إلا أن مصادر إعلامية لبنانية رسمية أفادت بأن الطيران الإسرائيلي المسير شن غارات على محيط بلدتي عيت الشعب وتلة الراهب في المنطقة الحدودية مع إسرائيل. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر 75 متر.
أكدت وزارة النقل التنسيق مع وزارتي النقل الأردنية والعراقية لتشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي اللوجستي المتكامل المتعدد الوسائط. وفي إطار إنشاء هذا المحور المتكامل، أكدت وزارة النقل أنها تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل بإنشاء خط سكة حديد طابة العريش بئر العبد الفردان بطول 500 كيلومتر لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والأردن إلى أوروبا وأمريكا. أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن نسبة مشاركة المواطنين كثيفة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة تعكس وعي الشعب المصري وانحيازه لمسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها وزير العدل خلال احتفالية نظمتها الوزارة لتكريم القضاة والقاضيات. تهدف وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شؤون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية المختلفة إلى تكريم أطراف هذه المنظومة من خلال تكريم القضاة والقاضيات المتميزين. أتقدم بالتهنئة والشكر أيضا لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير. أكرر التهنئة للسادة المكرمين وأدعوهم إلى مواصلة السير على ذات الدرب، كما أحث زملائهم على الاقتداء بهم لمواصلة العطاء المتميز وإضافة لبنات ذهبية إلى صرح القضاء الشامخ في ظل الاهتمام الكبير بالشأن القضائي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة العدل لتقديم شهادات التكريم الموقعة من رئاسة الجمهورية للقضاة والقاضيات بمجلس الدولة والقضاء والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. التميز بيبقى في مجالات عديدة، يعني في اللي أكثر تميز إنجاز قضايا، في اللي واخد شهادات علمية، في اللي ابتكر حاجة في العمل الإداري يسر، وهكذا. فبالتالي التميز بيبقى مختلف ومتنوع. تكريم مستحق لعدد من القضاة والقاضيات المتميزين في الجهات والهيئات القضائية المختلفة بتقديم شهادات موقعة من رئاسة الجمهورية، وذلك تقديرا لجهودهم المختلفة. من مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، نشوى صالح، النيل الأخبار. ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي منظومة الإصلاحات التشريعية المتخصصة التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي قبل نحو عامين بشأن استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي خلال لجنة حقوق الإنسان العربية لمناقشة التقرير الدوري المقدم من السعودية. عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية اجتماعا بحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ورئاسة رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة للجامعة العربية. الدوري يناقش جميع الأوضاع المتعلقة في حقوق الإنسان وجميع الأشكاليات التي كانت في تقريرها السابق، وقامت المملكة العربية السعودية بمعالجة هذه الملاحظات أو التوصيات السابقة. ونلاحظ أن هناك فرق شاسع وكبير بين تقرير المملكة الدوري الأول والتقرير الدوري الآن مقدم اليوم 25 ديسمبر. يؤكد هذا التقرير حرص المملكة العربية السعودية وجديات في تطوير ملف حقوق الإنسان، أماكن تقرير متطور وتجربة رائدة. المملكة العربية السعودية فعلا خطت خطوات يعني متميزة في تطوير منظومة حقوق الإنسان، وهذا طبعا يحسب للقيادة السياسية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين، حرصهم على تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل متكامل. خلال الاجتماع تم استعراض عدد من البنود الخاصة بحقوق المرأة ودعم المملكة لها في الفترة القادمة. الحقيقة المملكة العربية السعودية طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وقدمت تقريرها اليوم وفقا ل او اعمالا للميثاق العربي لحقوق الانسان وفق مادته 48.
أشادت الأمين العام المساعد هيفاء أبو غزالة خلال الاجتماع بالتطور الملموس في نهج المملكة العربية السعودية والتي تساهم بفاعلية في منظومة العمل العربي المشترك بما يشمل المجال الحقوقي ودعم حقوق المرأة والقوانين الخاصة بتمكينها في العمل الحكومي. يأتي مؤتمر اليوم في إطار تحركات الجامعة العربية على كافة المستويات خاصة في مجال حقوق الإنسان من خلال متابعة أهم ملف في المجتمعات العربية وعلى رأس من المملكة العربية السعودية لمتابعة آخر التطورات الخاصة بهذا الملف. من الجامعة العربية منذر وضوح أني الأخبار. عودة إلى الملف الفلسطيني والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية. دكتور مختار، لماذا برأيك تصر إسرائيل على استمرار العدوان الإسرائيلي والاستمرار في العمليات العسكرية رغم عدم تحقيق أي هدف حتى الآن؟ يعني إسرائيل ترغب بشكل أو بآخر أن تصل إلى شكل من أشكال الانتصار العسكري أو حسم الموضوع عسكريا، لأنه بترى أنه حسم الموضوع عسكريا قد يعجل بمسألة تبادل الأسرى الموجودين لدي المقاومة الفلسطينية سريعا، وبدرجة أو بأخرى السيطرة على قطاع غزة إلى حد كبير جدا. رغم مرور ما يقارب 80 يوم فشلت إسرائيل في السيطرة على هذا القطاع إلا من دمار مروع بضربات تأتي من قبل الطائرات على أحياء وعلى مدن، ودي إشكالية كبيرة جدا موجودة عند الداخل الإسرائيلي، لأن قوة ومواجهة المقاومة علاوة على الخسائر اليومية اللي منيت بها إسرائيل من قبل الأفراد ومن قبل العتاد العسكري أدت إلى أزمة في الداخل الإسرائيلي. وهذه الأزمة تحدث عنها نتنياهو بأن هذه التكلفة باهظة، لكن على إسرائيل أن تواصلها حتى النهاية. نعم، طيب إلى أي مدى هذا يقوي أو يضعف موقف نتنياهو عسكريا؟ يعني يقال أنه الاستمرار في ذلك رغم تحقيق خسائر كل يوم يؤكد فشل نتنياهو، لكن البعض يرى أنه يكسب المزيد من الوقت حتى لا ينتهي سياسيا. شوفي، هو يكسب مزيد من الوقت. نعم، امبارح تتحدث يعني كثير جدا من وسائل الإعلام بأن نتنياهو ابتداء من فبراير سوف يمر بجلسات محاكمة تخص بعض القضايا المطارد بها نتنياهو، علاوة على أن الداخل الإسرائيلي بدأ يشكل آلية ضغط على نتنياهو خصوصا من عوائل وأسر الأسرى الموجودين لدي المقاومة الفلسطينية، ناهيك عن حجم الجرحى والقتلى الإسرائيليين اللي بيذهبوا بشكل يومي إلى الداخل الإسرائيلي. نتنياهو ما فيش شك يحاول أن يكسب وقت، لكن هو أسير رأي ساموتريتش وأسير رأي أيتمار بن غفير، هاتين الشخصيتين إلى حد كبير جدا لهم هدف سامي بضرورة مواصلة القتال. ويكفيك في ده ان افي ديختر وزير الزراعة الاسرائيلي تحدث ان حتى في حالة الوصول الى تبادل اسرى مع المقبوض عليهم او المعتقلين لدي اسرائيل سوف تواصل القتال داخل قطاع غزة، لانه هذا الامر هو هدف اسرائيل في المقام الاول، وهو كيفية انهاء المقاومة الفلسطينية بالمطلق داخل هذا القطاع والسيطرة على هذا القطاع أمنيا. ده حلم إسرائيلي إلى حد كبير جدا، أو هاجس موجود لدي الكثير جدا من الشخصيات الإسرائيلية داخل الحكومة بأنه ده قد يحقق لها انتصار على الأمد البعيد، ودي إشكالية كبيرة نتمنى للمجتمع الدولي أن يدركها، بأنه مزيد من هذا الدمار المروع ومزيد من هذا الهلاك الذي نراه بشكل شبه يومي داخل قطاع غزة أمر أصبح غير مقبول لا إنسانيا ولا قانونيا ولا قواعد القانون الدولي إلى حد كبير جدا تؤيده، ودي المشكلة الكبيرة اللي واجب على المجتمع الدولي أن يتصدى له. نعم، أشكرك دكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك.
أقام مجمع اللغة العربية بالقاهرة فعالية للاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية بمقر المجمع بحضور أعضاء المجمع اللغوي وعدد من محبي اللغة العربية. خلال الفعالية تحدث المشاركون عن جهود مجمع اللغة العربية في تنمية اللغة وأحدث أساليب معالجة اللغة العربية بتقنيات الذكاء الاصطناعي. احتفى مجمع اللغة العربية بالقاهرة باليوم العالمي للغة العربية بحضور أعضاء المجمع وعدد كبير من أساتذة اللغة العربية والشعراء. يأتي الاحتفاء هذا العام متواكبا مع اليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على الاعتراف الأمم المتحدة بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للعمل في الأمم المتحدة في 18 من ديسمبر عام 1973. لعل من أبرز ما تعانيه واقعنا اللغوي العربي بشكل عام الإزدواجية اللغوية الفجة نتيجة مزاحمة العامية والعاميات واللهجات المحلية الفصحى في مسامعنا وفي أعمالنا العلمية وفي الوثائق والمحررات الرسمية. ولقد واصل العرب هذا التوجه في العصر الحديث رغم ما أصاب المنطقة العربية من ضعف وتراجع وتفتت، إلا أن مؤسسات عريقة مثل الأزهر الشريف وكلية دار العلوم بالقاهرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة وما تبعه من مجامع لغوية أخرى انبروا جميعا يتلمسون الراية ليرفعوها من جديد. تضمن الحفل كلمات لأعضاء المجمع حول فضل اللغة العربية في النهضة العلمية الحديثة، كما تعد اللغة العربية ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية وهي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم. تعمل اللجان العلمية على تعريب العلوم ووضع المصطلحات العلمية في كل التخصصات، وتحقق اللجان العلمية واللغوية معا غرضا مهما من إنشاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وهو جعل اللغة العربية وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون وملائمة لحاجات الحياة المتطورة. وفي نهاية الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية تم تكريم إذاعة القرآن الكريم والمسرح القومي لدورهما البارز في إثراء اللغة العربية في نفوس المستمعين ومحبي المسرح واللغة العربية. مثلت اللغة العربية حافزا لإنتاج المعارف وإثراء الحوار بين الثقافات في كل بقاع الأرض، خاصة في عصر النهضة الحديثة وما بعدها، واشتهرت اللغة العربية بحسن الإبداع والبيان في الفنون والشعر والحوار. من داخل مجمع اللغة العربية، عبد الحميد صقر، النيل الأخبار. دي كانت أخبارنا اللي ابتدينا بيها معاكم يومنا النهاردة في هذا الصباح، مستمرين معاكم حتى 10 بتوقيت القاهرة. موجز الأخبار على رأس الساعة، من بعده نبدأ حواراتنا في هذا الصباح على شاشة النيل الأخبار. خليكم معنا.